بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المرات اللي فاتت على CNN استخدمنا از كلاسيفاير بيطلع الفيتشر، بعد كده الفولي كونكتد، وبعدها بنقدر نكلاسيفاي اللي احنا عايزينه. النهارده هنتكلم على كونسبت تاني في الديب ليرنينج، تعالوا نبص عليه كده مع بعض. هنتكلم على السياميز نتورك. الاول يعني ايه سياميز؟ حد يعرف؟ السياميز لما يكون في توأم بيتولد، في توائم مختلفه، في توائم سياميز. فهنا بنتكلم على السياميز من هذا الكونسبت، ان هي حاجات كانها توينز، توائم زي بعض بالظبط، متطابقه تماما. ده اللي هنعمله النهارده زي ما هنشوف، عشان كده ونشوف ليه سموها سياميز. الاول احنا محتاجين السياميز في ايه؟ ما احنا اوريدي عندنا سي ان ان بنكلاسيفاي زي ما احنا عايزين. يعني تعالى نراجع كده مع بعض تاني. الترديشنال ابروتش بتاعتنا بتستخدم ديسكريميناتيف ميثودز، تعمل تميز بين حاجات وبعضيها، تكلاسيفاي، تقول ده شبه ده وده مش شبه ده ومين اقرب واحد وهكذا، بنكلاسيفاي اللي احنا عايزينه. فانا محتاج سياميز او حاجه تانية اصلا ليه؟ تعالوا نشوف. احنا عندنا شويه ريستريكشنز. اول واحده all categories to be known in advance، ليه كلاسز؟ يعني اول ما تيجي تشتغل تبني الموديل تقول لي عندك كام كلاس؟ ليه بس؟ عشان اعمل الاوتبوت لو هم 10 كلاسز احط 10 نيورون، 1000 كلاس احط 1000 نيورون في الاوتبوت. الموديل ما يبنيش غير كده. فدي اول حاجه، لازم يكون all categories be known in advance في البدايه. الحاجه الثانيه we also require that training examples be available for all the categories. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي بس على فكره في اثنين كاتيجوريز انا عاوز اتعرف عليهم بس ما عنديش منهم صور، اصل في حيوان الماموس وفي مش عارف ايه تاني، دول كاتيجوريز مهمين بس ما عنديش صور ليهم دلوقتي. طب انا اعمل ايه انا كمان؟ ما انا عاوز ادرب السيستم عليهم. ده كلام منطقي، انا عارف الكلاسز من الاول وعارف اضرب السيستم على ايه من الاول وعندي تريننج داتا. الحاجه الثالثه الكلاسيفيكيشن اللي بنيه بي سي ان ان، الاوتبوت بتاعه اللي هو عدد النيورونز لازال ليميتد. ليميتد بمعنى ايه؟ انت عاوز 10 كلاسز اعملهم لك، 100 اعملهم لك، عاوز 1000 كلاس اعمل لك 1000 كلاس واحط لك برضه 1000 نيورون. طب انا عايز 100000 كلاس مختلفين، طب ازاي؟ اعمل لك 100000 كلاس في الاوتبوت، طب واللي قبلها هعمل فيه ايه؟ واجيب منين تريننج داتا تكفي؟ والويتس اجيبها منين؟ وبالتالي لو الدنيا اتغيرت بالمنظر ده كده، لا انت عارف عدد الكلاسز، في كلاسز ما عندكش الصور بتاعتها، والكلاسز نفسها هيطلع رقمها كبير قوي، ساعتها الكلاسيفيكيشن العادي بتاعنا مش هينفع. طب امال نعمل ايه؟ نعمل السياميز بقى. سيب السياميز حل كل المشاكل دي. سبحان الله السياميز. محتاجين انذر ابروتش ليه بقى؟ غير الكلاسيفاير العادي بتاعنا بتاع سي ان ان. كلاسيفاي ابلكيشنز وير نمبر اوف كاتيجوريز از فيري لارج. عندي كلاس كتيره قوي بالالافات بعشرات الالاف مفيش مشكله. الحاجه الثانيه نمبر اوف سامبلز بالكاتيجوري از سمول. الامتحان تيجي تقول لي اقول لك بص هيحصل لك اندر فيت، بجيب لي في كل سامبل او في كل كلاس 100 سامبل مش هيكفي. احنا عاوزين كل كلاس كده ايه 10000 سامبل عشان التريننج يتم كويس، كل شيء اندر فيت الاقي داتا كافيه اترين بيها. فلو انت عندك فيو سامبلز بس من كل كاتيجوري. الحاجه الثالثه سبست من الكاتيجوريز عندي دلوقتي والباقيين ما عنديش من البدايه كمان، اهو في بعض الكلاسز ما اعرفهاش ما عنديش داتا عنها ولا اي حاجه ولا حتى عارف اقول لك عددهم كام. في الحاله دي انا احتاج السياميز بتاعتنا. هو هل في فعلا ابلكيشن محتاجه الكلام ده؟ اكزامبل اوف ساتش ابلكيشن هون فيس ريكوجنيشن وفيس فيريفيكيشن. انت لو بتعمل فيس ريكوجنيشن عندك كام شخص؟ مليون؟ وارد. 10 مليون؟ وارد. عندك الداتا بيز بتاع وزاره الداخليه ولا بتاع التامينات الاجتماعيه فيها صور الناس كلها. عددهم قد ايه دول؟ ما انا في الاخر هدخلك الصوره عاوز تكلاسيفاي هو مين في اللي عندي؟ اللي هم عدد الكلاسز رهيبه. مش كده؟ الحاجه الثانيه انت عندك لكل واحد كام صوره؟ خمسه؟ سته؟ ما عندكش من كل واحد
ألف صورة، ولو عندك كان السيستم مش هيستحمل لترين بالعدد الرهيب من الناس ده. فالفيس ريكوجنيشن ده مثال واحد جدا، نمبر اوف كاتيجوريز هاندرد اوف ثاوزن. الحاجة التانية عندك فيو اكزامبل بير كاتيجوري، لكل كلاس عدد قليل قوي من الصور. الكومن ابروتش اللي بيستخدموه ايه؟ ديستانس بيزد ميثود. يعني يقول لك طب بص كده بقى، نرجع الطريقة الكلاسيكال بتاعتنا، خد ادي الصورة اللي عاوز تتعرف عليها اهي، والداتا بيز مليانة الصور التانية كلها، شوف لك طريقة تقيس الديستانس ما بين الاثنين، شوف هو اقرب لمين، خد فيكتور من ده وفيكتور من ده، وشوف بقى سكورد ديستانس ولا حاجة، وشوف اقرب لمين. ده اللي بنعمله، ما هعمل ايه تاني يعني؟ بس ده ما بقاش بقى تريننج، ده انت ماسك الصور بتقارنها ببعضيها عن طريق ايه؟ ديستانس بيز ميثود. is based on computing a similarity metric. يقيس السيميلاريتي بين الكلاس او الكويري اللي انت عاوز تعملها، الامج اللي عندك، وما بين الداتا بيز اللي عندك، فعاوز تشوف السيميلاريتي قد ايه. The pattern to be classified or verified اللي هو الفيس، واللايبرري اللي هي ستور فيها كل التايبس. ده اللي احنا بنعمله في الطريقه العاديه بتاعتنا لو انت عاوز تعمل فيس ريكوجنيشن او فيس فيريفيكيشن. الفكره بتاعت السياميز بقى، هو هيعمل ايه في السياميز؟ هيستخدم CNN architecture، بس مش بالفكره بتاعت الكلاسيفيكيشن اللي احنا متعودين عليه. The idea is to learn a function to map input pattern to target space. تعال اقول لك الفكره كده بالبلدي وبعدين نشوف هو بيعملها ازاي. هو مش عاوز يبني كلاسيفاير يتعلم ده شبه ده وده شبه ده، اديني سامبلز كتيره عشان اتعلم صح، مش عاوز يعمل كده. لا، هو عاوز يبني كلاسيفاير يعلمه ازاي يقارن جينيريك، مقارنه بصفه عامه، مش بقى كلاس ده شبه الكلاس ده والتفاح شبه البرتقانه. لا، هو بيتكلم ابني كلاسيفاير يقارن الحاجتين دول شبه بعض ولا مش شبه بعض. خلاص، الحاجات دي بقى عندك دلوقتي، عندك قدام، انا بعرف اقارن كويس، انا بعرف كده اشوف اثنين اقول لك بص الاثنين دول شبه بعض، لا دول مش شبه بعض، دماغي متركبه كده مع اني ما شفتش الناس دول قبل كده، بس بعرف اقارن. هو عاوز يعمل كده نتورك، تعرف تقارن بالحاجات، يقول لك دول شبه بعض ولا مش شبه بعض، لو شبه بعض اقدر اعمل رانكينج، هو شبه ده بنسبه كام وشبه ده بنسبه كام. واضحه الفكره؟ وبالتالي انا لما اجي اعلم السياميز مش محتاج تديني الداتا الحقيقيه، اديني بس حاجات شبه بعضيها وحاجات مش شبه بعضيها، سيبني اتعلم. ده اللي هيعمل، كانه حاجه خدناها قبل كده في الكلاسترنج. شفنا الكي مينز كان بيعمل ايه؟ كان بيشوف السيميلاريتي، ده تبع الكلاس ده وتبع الكلاس ده من غير ما يعرفهم، بس بيقول لك بالشبه بالسيميلاريتي. هو عاوز يعمل نفس الكلام هنا. تعالى لا، انا هنا هشتغل بقى، هعمل تريننج، الموديل هيتعلم، مش هقعد اقيس فيكتورز بينها وبين بعضيها مقاسات قد ايه زي هناك. ايوه ماشي، مفيش مشكله ان يبقى كلاسترنج. الفكره كان بيتعمل ازاي هناك واحنا هنعمله ازاي هنا. هناك كنت بقول ادي الاثنين فيكتورز هم او دي الصورتين، شوف المسافه بين الصورتين قد ايه، اطرح ده ناقص ده تربيع، ده ناقص ده تربيع وخلاص. هنا لا، هنا بقول انا هعمل موديل دخل له الصورتين من الناحيه دي، يطلع من الناحيه الثانيه يقول لي شبه بعض ولا مش شبه بعض. والموديل ده متعلم، بنعمل له تريننج، فده الفرق. نكمل وهتبان الصوره دلوقتي. The idea is to learn a function that map، تعمل mapping ال input pattern لل target space، هنقلها من space ل space تاني. طب ليه ال space التاني ده؟ ال space التاني ده بيكون فيه ال semantic information بتاعة ال input اللي داخل، هنشوفها دلوقتي. Non-linear mapping that can map any input vector to the corresponding low dimensional vector، هتطلع vector يمثل ال input اللي داخل والدايمنشن بتاعته صغيره شويه. بتفكرني بالبي سي اي، كنا بنعمل حاجه زي كده، كنت بدخل الانبوت ونقلل الفيكتور ريدكشن، اهو بيعمل نفس الكلام برضه. هو بيماب من واحد لواحد، هيطلع واحد جديد في سبيس مختلف، زي ما السبورت فيكتور ماشين كانت بتعمل، تودي لماب ثاني حته ثانيه. هنا برضه بيحاول يعمل كده بس باهداف مختلفه. The distance in the target space، هي دي اللعبه هنا بقى كلها، approximates the semantic distance في الانبوت سبيس. يعني هو خد الانبوت من هنا، الموديل راح مطلع لي فيكتور يمثل الانبوت ده. لو عندي اثنين انبوت شبه بعض
سيمانتيكالي شبه بعض، هيطلع الاثنين فيكتورز بتاعهم شبه بعض. هي دي اللعبة. بتستخدم جهاز يكون عدت عليكم قبل كده في الداتا مايننج، في التكست. لو بتعمل تكست سيرش او كده بنحاول نقول والله ده شبه ده ولا لا، مش هيجيب حاجات شبه بعضيها. وهو على فكره بيستخدم فيها برضه. فدي الفكره بتاعته. Discriminative training method extract information about the problem from the available data without requiring specific information about the categories او class. اما تديني training data انا مش عايز الكلاس، انا كل اللي عايزه منك حاجه واحده، قول لي الاثنين دول اللي انت بدخلهم شبه بعض ولا لا. دي الكلمه دي كبيره، يعني انت كده هتدخل على الموديل حاجتين مع بعض مش حاجه واحده. هتقول عمرنا متعودين الموديل يخلوا ان انبوت صوره، هنا لا، انت هتدخل على الموديل اثنين انبوت وتقول لي بس هما شبه ولا مش شبه بعض عشان اتعلم السيميلاريتي. ممكن التريننج يبقى بيه على بيرز، هدي لك صورتين، ممكن ادي لك ثلاث صور تريبل، ممكن اديك اربع صور. اشمعنى؟ هنشوف كمان شويه. نستخدم السياميز في ايه قبل ما نخش عليها بقى؟ نستخدمها في ايه؟ اول حاجه ديستانس بيز ليرنينج، اعمل فيس ريكوجنيشن، فيس فيريفيكيشن، اقارن الحاجات ببعضيها واقول هم قريبين ولا بعاد. ادي واحده. الحاجه الثانيه عاوز اشتغل كانه فيتشر اكستراكتور، اديله حاجه يطلع لي فيكتور يمثلها، بس الفيكتور ده ميزته ان هو هيطلع شبه الحاجات المتشابهه. لو داخلين متشابهين هيطلع فيكتورز متشابهه، مش مجرد اي فيكتور وخلاص. الحاجه الثالثه ممكن استخدمه دايمشناليتي ريدكشن زي البي سي اي، يطلع لي فيكتور صغير برضه الحاجات الانبوت اللي داخل، واستخدمه كفيجواليزيشن في اي حاجه يعني. تعالوا نبص لها بصه سريعه كده ات جلانس، فكرتها ايه؟ الفكره بتاعتها هيبقى عندي ادي اثنين انبوتس اهم، ممكن يكونوا سيميلر او مش سيميلر، هيدخلوا على اثنين نتوركس اهم سي ان ان شبه بعض، مش شبه بعض، كلمه شبه دي غلط، كلونز سياميز. دي هي نفسها، دي نفس الاركتكتشر، نفس الويت، نفس كل حاجه، الاثنين دول شبه بعض تماما. كل واحده من دول هتطلع فيكتور للانبوت بتاعها، يبقى ده طلع فيكتور اهو، ده اللي كنا بنقوله هعمل مابنج، ادي الانبوت طلع منه الفيكتور، انبوت تاني طلع منه الفيكتور ده. لو الاثنين دول كانوا شبه بعض هيطلع الاثنين فيكتورز دول شبه بعض. دي عربيه ودي عربيه، حتى لو بوزيشنز مختلفه واضاءة مختلفه، بس في الاخر هتلاقي طالما الاثنين سيمانتيكالي زي بعض هيطلع الفيكتورز دول شبه بعض، مش كوبي طبعا بس شبه بعض. يبقى كل اللي فاضل لي ايه؟ خد الاثنين دول، شوف الديستانس ما بين الاثنين دول قد ايه، وقول لي في الاخر سيميلر ولا مش سيميلر. ادي الفكره بتاعت الثاني. يبقى احنا عندنا الفيرست بارت بتاعك جزء كومبليشنال لير، ياخد ده طبق شويه فلاتر، فلاتن في الاخر طلع لك فيكتور. ما هو اللي نفسه بعضي، ما احنا قلنا كده، لسه بنقول هو تيبيكالي زي بعض، هما سياميز. لا، الاثنين فيكتورز اللي طالعين دول يبقوا قريبين لبعض لان الصورتين دول قريبين لبعض. لو الصورتين دول تيبيكال هيطلعوا دول تيبيكال، ده طبيعي، لكن لو دول زي ما لك عربيه كده وعربيه لفه من الناحيه الثانيه او اضاءه مختلفه هيطلع الاثنين فيكتورز بتوعهم شبه بعض. هنا بقى ممكن استخدم اكليديان ديستنس اي حاجه بالاثنين فيكتورز دول واعرف يبقى الانبوتس دول شبه بعض ولا لا. طلع الاوتبوت في الاخر اوتبوت سيمبل قوي، زيرو ولا 1، مش ده اللي انا عايزه؟ سيميلر ولا مش سيميلر؟ هيطلع ده كده. ممكن يكون هدفك تاخد دي، ممكن هدفك تاخد الفيكتورز دول اللي انت عايزه، ممكن هدفك الاثنين زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى عندنا زي ما قلنا فيرست بارت كونفوليوشنال، سكند بارت ميجر للسيميلاريتي، بعد ما طلعوا دول قيس السيميلاريتي باي طريقه تعجبك، كوساين سيميلاريتي، اكليديان ديستانس، اي حاجه. تعال نتفرج عليها. في التريننج ايه اللي بيحصل؟ دخلت صورتين وهنا بدي لك الليبل بتاعهم، لو هما الاثنين شبه بعض او هما الاثنين مختلفين هديك 0 او 1. ده التريننج بتاعنا. ده دخل على سي ان ان، سي ان ان دايما بيتكتب هنا كلمه شيرد ويت. شيرد ويت يعني الويت بتاعت اللي فوق زي الويت بتاع اللي تحت، يعني مش مجرد اركتكشر شبه بعض بس، عدد اللي هي شبه بعض،
عدد الكيرنلز قد بعض بنفس المقاس، لا، وكمان البارامترز كلها شبه بعض، هي كوبي. بمعنى تاني لو الصوره دي دخلت هنا بيطلع لي فيكتور، لو الصوره دي نفسها دخلت هنا هيطلع نفس الفيكتور، ما هو الاثنين دول كوبي من بعض، فعشان كده جت كلمه فاميس. بعد كده تخش على فولي كونكتد نتورك، تحط هيدن لاير واحده ولا اثنين حسب ما انت عايز، وطلع لي الاوت في الاخر على نيورون واحده بس، تقول لي يا زيرو يا ون، زي ما كنا بنعمل زمان لينا كلاسيفاير كده، صفر او واحد، ناحيه ولا ناحيه، ده التريننج. طب مره ثانيه اهو دخلت شكلين هنا نيومرالز بقى، مش فوتو، مش صور، حاجه زي الام نيست كده او حاجه زي كده مثلا، برضو نفس الكلام، ادي لايرز مختلفه بري كونكتد زي ما انت عايز، في الاخر بتطلع هنا الاوتبوت بتاعك. بدات تنور شويه، تعال شوف بقى بستخدمها ازاي. في التريننج لم كل البيرز اللي عندك، معنى كده ان انت هتجيب وانت بتجهز الداتا بتاعتك بقى، هتجيب بيرز متشابهه وبيرز مش متشابهه. انت اوريدي عندك، هاخد الام نست داتا سيت مثلا، عندي 10 كلاسز اوريدي وكل واحد فيه شويه سامبلز كويسين، انت هتكون منهم مجموعه من البيرز، تاخد شكلين من الخمسات الفايف وتقول له في الاخر دول ايه من هنا في الاوتبوت شبه بعض، شكلين مختلفين 7 و8 قول له هنا دول مختلفين، وسيبه يتعلم. ده اللي هيحصل بعد ما هي متعلمه دلوقتي، بقت بري تريند خلاص. هنعمل ايه بقى في البريدكشن فيز؟ دخل اي صوره عندك هيطلع لك فيكتور، دخلها على فين؟ على واحده منهم بس. هدخل على الاثنين ليه؟ يعني هرجع تاني لورا كده، هدخل على دي كفايه، ما انت شايل دي عندك بري تريند خلاص وبتطلع لك فيكتور من هنا، هدخل على واحده من دول يطلع لك الفيكتور. طب اعمل بيه ايه؟ شيله على جنب. بص لو رجعت ورا تاني اهو، انت ممكن تاخد السكه دي ويطلع لك الفيكتور، او السكه دي يطلع لك الفيكتور، دول الاثنين شبه بعض. انا بجهز البريدكشن بقى، لم الداتا اللي عندك كلها اللي هتعمل الداتا بيز بتاعتك، دخلها على واحده من دول هيطلع لك فيكتورز من هنا، خد الفيكتورز دي حطها في داتا بيز. ده بنسميه امبيدنج، تعمل امبيدنج للصور، تحولت لايه؟ دومين تاني في فيكتور، الفيكتور ده يمثل الصوره دي. فعليا هو مش يمثل الصوره، الفيكتور ده يفرق ما بين الصوره دي والصور المختلفه عنها. اصل يمثل الصوره معناها اقول ايه؟ طب رجع لي الصوره منه. ده مش هدفنا، هدفنا دلوقتي الفيكتور اللي يطلع، يطلع شبه الصور المتشابهه وشكله بعيد عن الصور المختلفه عنه. هناخد كل دول يتخزنوا ايه؟ داتا بيس. كام ده اوف لاين؟ شغل في الشركه عندك اسبوع، لم كل الداتا اللي عندك وحطها، مفيش مشكله. هاجي بعد كده هدي لك واحد اهو شخص، هتروح مطلع الفيكتور بتاعه، انت عندك النتورك، بعدين اروح على الداتا بيز، ما اروحش على صور المجرمين التانيين اللي عاوز اشوف هو مين فيهم، ما انت اوريدي كنت عملتها قبل كده وشلتها عندك في داتا بيز، فانا عندي كل الفيكتورز. فكل اللي هتعمله ايه؟ الكلاسفاير الاخراني بس اللي بيقول شبه ولا مش شبه، ده اللي انت عايزه، لكن كل الباقي لا. وبالتالي ده بيكون سريع جدا. هو انت متخيل اما انت تدي جوجل صوره وتقول له هات لي صوره شبهها، ما هو بيلف على ال 200 مليون صوره اللي في الدنيا ويقارن صوره بصوره، ده كان هيقعد اسبوع مش هيرد عليك. والفكره ان هو كل الصور اللي عنده عامل لها امبيدنج كده، فيكتور صغير طول 64 128 فيكتور صغير خالص، وشايله في الداتا بيتعدي. كل اللي بيحصل بقى ايه؟ انت اديته صوره، دي بقى اللي هيعملها امبيدنج لوحديها، بس دي خفيفه صوره واحده، طلع الفيكتور بتاعها، هيقارنه بكل الفيكتور في الداتا بيز مقارنه تك 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 بسرعه بسرعه بخلص، ويروح يقول لك اه شبه دي ودي ودي. فدي الفكره بتاعت السايميز او بتستخدم ازاي. حاجه ثانيه خلص وبعدين ناخد اسئله. لو بعمل سيستم كويشن انسرنج مش صور خالص، اهو عاوز اديله السؤال يجيب لي الاجابه. كنا بنعمل ايه قبل كده؟ كويشن انكودر وانسر انكودر، دي الطريقه اللي هي مش سياميز. ده كان بياخد الكويشنز يطلع لها فيكتورز، وده كان بياخد الانسر يطلع لها فيكتورز. فانا بشيل عندي كميه محترمه من الانسرز والكويشنز بتاعتها، السؤال ده اجابته كذا، شيلهم عندي. انت سالت سؤال بعد كده
عاوز اجاوبك اعمل ايه؟ اخد السؤال بتاعك اللي هو question دخله على هنا، هيطلع فيكتور شبه الكويشن بتاعي. اروح ادور بقى على ايه الفيكتور المشابهه ليه، وبعدين اطلع الانسرز اللي كانت اجابات ليهم، فكده هجيب لك اجابات شبه اللي انت بتدور عليه، لان سؤالك شبه اللي انت بتدور عليه. فالفكره ان انا قدرت اقرب بالسهوله اللي انت بدخله لي ككويشن بالكويشنز اللي مسجله عندي في الداتابيز. وانس ان عرفت انت بتسال على ايه، اعرف اجاوبك، ما انا عندي الاجابات كلها مسجله في الداتابيز. دي الطريقه القديمه كنا بنعمل كده. بس ده غير ده، ده ليه الانكودر بتاعه، ده ليه انكودر بتاعه. في السياميز لا، هو نفس الانكودر، هي توينز بتدخل عليها ده وده، وهي بتتعلم لوحدها وتطلع الاجابه. دي مجرد بس امثله. ندخل بقى اندبس بتشتغل ازاي السياميز. هتكلم على تو انبوت اركتكتشر، ان انا بدخل لها اثنين انبوت صورتين، هيبقى شكلها حاجه زي كده، ادي صوره وادي صوره. هنا ابني زي ما انت عايز، خلاص بقيتوا خبراء في البناء دلوقتي، او بمعنى اصح بقيتوا خبراء في الاقتباس. شوف بقى ابني ترند ونزله وبتاع اللي انت عايزه. في الاخر انا عاوز حاجه كونفوليوشنال تطلع لي شويه فيتشر، او هي اي كونفوليوشنال يطلع لي فيتشر تطلع ده شبه ده لو كانوا شبه بعض. محدش قال كده، ده انا اللي هعملها كده دلوقتي، انا اللي هعلمها. فاللي يحصل ايه اهو، ادي الصوره الاولانيه دخلت لهنا طلع فيكتور اف بتاع اكس اي الايمج اي. الثانيه دخلت قصادها في الثانيه دي طلع فيكتور ثاني اللي هو الاخضر اف اوف اكس جي. كده بقى عندي الاثنين فيكتور اهم، الاولاني والثاني. هندخلهم على ايه هنا؟ عاوز اجيب السكوير ديفرنس، يعني ده ناقص ده تربيع زائد الثاني ناقص الثاني تربيع زائد الاخراني ناقص الاخراني تربيع. بحسب ديستنس عاديه خالص، فانكشن هبليها بنفسي. طلعت الديفرنس ده اهي، هعملها بقى لينا كلاسيفاير عادي خالص او لوجيستيك عشان حاطين هنا سيجمويد. بص كده، كل واحد من الارقام اللي عندي لو ضربت لهم مثلا الفيكتور كان طوله 100 يضرب في الويت بتاعه دبليو ترانسبوز في اكس زائد البايز، اللي يخرج من هنا هيخش على السيجمويد يطلع في الاخر الواي. كلاسيفاير عادي خالص اهو. ده بقى اللي هيتدرب عشان يظبط لي دول، هيطلع الواي من هنا. طب انا كنت مدخل هنا ايه؟ الانبوت بيرز اهم، وبقول له هنا الليبل صفر او واحد، دول شبه بعض لا دول مختلفين. نيورال نتورك عاديه خالص، طلعوا هنا مختلفين عن بعض، بحسب اللص. انه لص؟ انتوا خبراء في اللص دلوقتي. عاوز تحسب الكروس انتروبي لص لو لسه فاكرينه نحسب بيه، عاوز تحسب الكريزن ديستنس لص بتاعنا العادي اشتغل بيه، اللي انت عايزه. في طرق كتيره جدا للحسابات. ادي الواي هات، حسبنا اللص، رجعنا عملنا ابديت، هات ابديت طبعا الويتس اللي هنا، هات ابديت كمان دول. ما طلعتش ابديت لدول مش هيطلع لك حاجه، هيفضلوا دول زي ما هو اللي متعلمه هو متعلمه، كل مره يخش ده هيطلع ده. انا عاوز دول يتغيروا بحيث يطلعوا دول قريبين من بعض، فكاني بدرب اند تو اند. لما يدخل دول من الاند الناحيه دي يطلع من الناحيه الثانيه الاوت اللي انا مستنيه، وهو بالراجع يعدي الويتس هنا ماشي، يعدي الويتس هنا ويتس هنا تمام كده. سؤال، حد يفكر معايا ويقول لي بقى، انا ماشي باك بروباجيشن، الصورتين دول مختلفين عن بعض او شبه بعض بس مش هما مش اكزاكت. طب وانا راجع ما هي ابديت هنا غير هي ابديت هنا، ما بقتش سياميز صح؟ يعني هيعملها ازاي؟ ازاي هيخليهم الاثنين زي بعض؟ في عندهم تريكات كتيره. من ده انت مش عايز زي بعض، ده انت عاوزهم يكونوا سياميز هم اخرين، يكونوا توائم زي بعض. طب انا ما كسبتش حاجه كده، لا انا عاوزهم يبقوا سيميلر حتى لو داخل هنا مختلفين. لا صعب قوي تعملوا ريستريكشن كده. قول فكره لطيفه، بس هم ما عملوش كده. هم اللي عملوه ايه؟
يبقى انت كده لو عملت ابديت لهنا وسبت هنا يبقى انت كده كانك عملت الصوره دي. ايوه، ما هو الابديت اللي فوق كان بيزد على الصوره اللي داخله فوق. فانت كده كانك عملت دي. هو اللي بيحصل فكره تافهه جدا، هي ترين دي وهي ابديت اللي هنا، هي ترين دي كانها نتورك ثانيه خالص وابديت اللي هنا، بعدين ياخد الافرج بتاع الاثنين ويكبيره في الاثنين. سهله حلوه جدا وبتشتغل. ياخد الافرج بتاع الويتس هنا وهنا. نظريا المفروض الويتس هنا وهنا شبه بعض الى حد ما، باعتبار الداخلين شبه بعض مثلا، وبالتالي هو هيكبر هنا وهنا ياخد الابديت بتاع الاثنين، ده اللي بيبقى الافرج بتاعه. المهم تعالى بقى نشوف هيحسب الواي دي بتحسب ازاي. دي معادلتها العاديه اللي احنا عارفينها، ايه الدبليو ده الفرق بين الاثنين، ده السكوير اللي طلع هنا الاحمر ده، فرق بين الاكس اي والاكس جي، ومر عليهم كلهم على كل النقط بيضربها في الويتس بتاعتهم دول كلهم زائد البايس. اللي طلع ده كله هيعدي على مين؟ دي سيجمويد نون لينياريتي، ده الواي، متفقين ما فيهاش مشكله خالص. احسب اللص ازاي؟ ممكن تحسبها زي ما كنا بنحسب زمان في النيورال نتورك في الاول، بس وجدنا ان الاحسن استخدم كروس انتروبي لوس، خاصه ان الاوتبوت اللي عندك هنا يا 0 يا 1، نستخدم كروس انتروبي. افكركم بكروس انتروبي، الواي دي الواي سوري الواي الاصليه بتاعتي اللي هنا يا 0 يا 1، المعادله كانت جزئين واي واحد ناقص واي، يعني يا الجزء ده اللي هيشتغل يا الجزء ده اللي هيشتغل. لو كان الاوتبوت هنا 0 انا بقول لك المفروض تطلع 0، يبقى ساعتها ده مش هيشتغل، ده اللي هيشتغل. فده 1 ناقص واي يبقى ده اللي شغال، يبقى شغال لين 1 ناقص واي. والعكس لو كان انا بقول لك هيخرج هنا 1، 1 ناقص 1 هيبقى بصفر، الترم هيقف، ده اللي هيشتغل. شفنا زمان جت منين واثباتها وليه جت لين والكلام ده كله. هما بيشغلوها بكروس انتروبي لوس. فتجو كويسه مع الباينري كلاسيفيكيشن اللي هو 0 و1 بس. يبقى دي شكل السياميز لو دخل لها بيرز هما اثنين، بس لسه ما جهزتش البيرز بتاعتها. طبعا تجهيزها انتوا اشطر مني. انا هعمل حاجه زي كده، ده وده اهم شبه بعض، المفروض ان ديت مباني ومباني مثلا، هنا وهنا دول الاثنين برضو شبه بعض كانهم زي قصر كده، مدخل قصر زي كده. دول مختلفين مختلفين مختلفين، بنسمي دول بوزيتيف بيرز اللي هم سيميلر، يعني نسمي دول نيجاتيف بيرز اللي هم دي سيميلر، عشان تقول مين هيدخل 0 ومين هيدخل 1 كليبلز ليهم. يعني انا عرفت الكلام ده منين؟ ما هو التريننج داتا اللي عندك اوريدي فيها كلاسز، فانا باخد منها وبنقي. لو من نفس الكلاس هقول له دول سيميلر، كلاسز مختلفين مش سيميلر. طب ما الحاجات اللي مالهاش كلاسز او معرفهاش هنقول له انت مش فارقه معاك، انت جايب طفل صغير بتعلمه ازاي يقارن، بعد كده بيقارن خروف ومعزه، بيقارن مش عارف بقره ومش عارف ايه، ما تفرقش بين، هو اتعلم ازاي يقارن، الفرق ما بينهم وخلاص. هي دي الفكره، فانا بعلمه ازاي يقارن واتفر الانبوت شكله ايه، اهم حاجه تقول لي بس انت كده صح ولا شبه بعض، لا انت خد بالك دول كده المفروض يطلعوا مختلفين وخلاص. ودي الذكاء بتاعت السياميز. انا مش عنديش حاجه اسمها كلاس اصلا، انا عندي حاجه اسمها دول شبه بعض ودول مختلفين، دي كلاس اللي عندي، هم شبه بعض ولا مختلفين، وبقولها له فعلا. طيب ادي التريننج بتاع السياميز بقى، نمشي معاه خطوه بخطوه كده. كريت داتا سيت، ده طبيعي هيبقى فيها بيرز اوف ايمج والليبلز بتاعتها، شفناها من شويه يعني. حاجه ثانيه، دونت كير اباوت هاو ماني كاتيجوريز اكزيست ان ذا تريننج داتا، زي ما اتفقنا عندك كلاسز قد ايه، كم واحده من كل كلاس، ما تفرقش، هو في الاخر حاجات شبه بعضيها وحاجات مختلفه، جايه منين ما تفرقش بالنسبه لنا، ما تقلقش من حاجه زي كده. طيب choose an appropriate loss function و neural network architecture، الحته بتاع السي ان ان وبتاع الجزء اللينير هتحط هيدن لاير ولا لا، دي بتاعتك انت بقى الديزاين بتاعك، واختار اللوس فانكشن المناسبه. هتمشي فورورد تحسب اللوس، هتمشي باكورد ابديت الويتس، هيطلع لك ايه بقى؟ This part of training is similar to training any other neural network. نفس اللي كنا بنعمله. هيبقى عندك الباتش سايز، هتاخد المومنتم، هتاخد مش عارف الويت دي كي قد ايه، الادابتيف ليرنينج ريت، كل الكلام بتاع التريننج بيطبق، ما هي نيورال نتورك في الاخر. هي حته سي ان ان وحته لينير بعدها.
fully connected. هي هي. To keep the networks weight identical, الحتة دي بـ average gradient بتاعته. يعني الابديت بيظبط الاثنين يطلعوا، احنا عارفين من الاول مش هيطلعوا زي بعض، وهو بيعمل باك بروبجيشن على الاولانيه وعلى الثانيه، كل واحده يطلع له ويست بتاعتها، وهو بيابديت بيافرج الاثنين مع بعض والدنيا بتشتغل معاك. في ميجر ثاني للسيميلاريتي غير الاكليديان ديستنس، كان اسمه الكوساين سيميلاريتي. تعالوا نراجعوا كده مع بعض، الواحد بيبقى سعيد لما يراجع حاجه كان عارفها قبل كده. عندنا اثنين فيكتورز اهم A و B، هما سيميلر لو كان الزاوية بينهم صفر، يبقى الاثنين في نفس الدايركشن بالظبط، وكل ما تبعد الزاوية دي كل ما يكونوا ديسيميلر اكتر. عشان اقيس السيميلاريتي اول حاجة بعملها انورمالايز دول، كله يبقى طوله الوحدة، تقسم كل واحد على الطول بتاعه، اهم بقى طوله واحد، طوله واحد على قد دي بالظبط، وانا عاوز سيتا اللي بينهم، دي اللي بتقول لي هما سيميلر ولا لا. بس اقول واحده صغيره كمان شويه او اسالكم جايز تكونوا فاكرين، A ضد B اثنين فيكتورز عباره عن ايه؟ A في B في كوساين سيتا اللي هي A ترانسبوز B، هي نفسها. طيب انا عاوز كوساين سيتا، مش كده يسموها كوساين سيميلاريتي؟ كوساين سيتا تساوي ايه بقى؟ A ترانسبوز B كفيكتورز على طول A وطول B، بس انت اوريدي خليت طولهم واحد اهو نورمالايز، يبقى مش عايز دول، اتفضل لي، يبقى كوساين سيتا عباره عن A ترانسبوز B. يعني لو عندك اثنين فيكتورز نورمالايز طولهم واحد، اضربهم ضد برودكت هيطلع لك رقم، الرقم ده يمثل كوساين الزاويه اللي بينهم. سؤال بقى، الكوساين ده رينجه من كام لكام؟ ما ينفعش من ناقص واحد لواحد، كوساين طول عمره كده، كنا بنرسم الكوساين مش عارف كده كده كده، اخرها فوق واحد واخرها تحت ناقص، ده الرينج بتاعها. يكونوا سيميلر امتى؟ كوساين زيرو بكام؟ كوساين زيرو، كوساين من ناقص واحد لواحد يبقى 90 ازاي؟ كوساين زيرو بواحد. بمعنى تاني عشان اقول هما سيميلر تماما لازم يبقى الكوساين بتاعهم بواحد، واحد ده اكبر رينج مش كده؟ ده اخر رينج بتاعنا اكبر حاجه. المشكله عندنا ان احنا في الاوبتمايزيشن بنمينيمايز، هات النص وقلله، مش عارف نعمل كده، وجريدنت ديسنت وهات اقل حاجه في النص. ده انت هنا عشان تخليهم سيميلر مش تقلل، ده انت عاوز تكبر. ما شاء الله، ايه الشطاره دي؟ تاخد النيجاتيف اهي، اللوس هيبقى نيجاتيف السيميلاريتي، لان انت عاوز تكبر السيميلاريتي، اللي انت عاوز تقلل النص، فتاخد اشاره ناقص عشان كده، لان لما تيجي لك واحد ده انت تفهم خلاص هم سيميلار كده بقوا زي بعض بالظبط مش العكس. ده الكوساين سيميلاريتي. تعال نشوف العوايز، اعمل فيو شوتس بريدكشن. Instead of query each vector in each class، انت معاك vector حاجة unknown query q، بعمل query بيها على الداتابيز اللي عندي، بدل ما اروح امر على كل واحد على حدة واحد واحد وتحسب وتطلع هياخد منك وقت كبير. في حاجة اسهل شوية roughly وبتنجز. بص هنعمل ايه بقى، هوريها لك بعد كده visualize. let q be the embedded vector بتاع ال unknown input، جالك حاجة input ما تعرفوش، طلعت الفيكتور بتاعه سميته Q، انت عاوز تقارنه بكل الباقيين وتشوف هو أقرب لمين. normalize all embedding in all samples to be unit length، ده طبيعي. بص بقى عمل ايه هنا، احسب المين بتاع كل normalized vector للكلاس، بمعنى انا عاوز اقيس السيميلاريتي مع السنتر بتاع كل كلاس مش مع كل الالمنتس اللي في الكلاس، ما خدش وقت كبير زي كده. بص ادي كلاس اهو، وادي كلاس تاني، بنعملها كتير، ما الكيميز دي فكره الكيميز وافكار حاجات كتيره، ما احنا هنجيب منين؟ وادي هنا عندي فيكتور انون،
كنت بقول لك طب خلاص هات السنتر بتاع ده والسنتر بتاع ده، شوف ده قد ايه وده قد ايه عشان تعرف هو اقرب لمين. كمراجعه تاني، اقرب لمين يعني ايه؟ يعني الديستانس قليله يبقى اقرب ليها، يعني السيميلاريتي كبيره. كده بيقول لو انت هتمينيمايز الديستانس وعاوز تكمل بنفس الكونسبت، خد النيجاتيف بتاع السيميلاريتي واشتغل عليه كانك بتمينيمايز. ده اللي هيعمله. بص كده عمل ايه؟ لم الكلاس الاولاني كله اهو، دي كل الصور اللي عنده في الكلاس الاولاني، كل واحده اوريدي كان دخلها عنده في الداتابيز، طلع لها الفيكتور بتاعها وعمل نورماليزيشن وشايلها عنده. كل دول الكلاس الثاني نفس الكلام اللي هو الاحمر، الكلاس الثالث هو الاخضر، كلهم كده عنده. خلص دي وبعدين اخد الاسئله. هياخد كل دول يطلع الميو بتاعهم. ادي السنتر بتاع الكلاس ده. نظريا المفروض دول كلهم سيميلر لبعض، ما هو نفس الكلاس، يبقى السنتر فعلا في وسطيهم. المفروض يبقى السنتر ده مختلف عن السنتر ده، لان دول حاجه غير دول، دول كلاسز مختلفه. طلعنا دول اهم. ادي الكويري بتاعتي اللي انا ما اعرفوش. هتشوف السيميلاريتي بينه وما بين ده وده وده. كانها كده، لو عاوز اقسمها اهو، ادي ميو 1، ادي ميو 2، ادي ميو 3. وادي اللي انت بتدور عليه. يعني بالبلدي كده، طالما دول كلهم نورمالايز وانت اوريدي بقى نورمالايز ورا اخر، اعمل دوت برودكت. كيو مع ميو 1، كيو مع ميو 2، كيو مع بس. بعد كده شوف مين اكبر ولا اصغر واحد، اكبر رقم ولا اصغر رقم هيطلع. بيطلع ايه؟ كوساين. الدوت برودكت يجيب كوساين. انت عاوز كوساين تبقى كبيره ولا صغيره؟ سيميلاريتي. عشان كده انا رجعت الكوساين سيميلاريتي عشان ايه؟ ما وجعش دماغي. كنت عاوز اكبر واحد، يديك اكبر واحد يبقى هو ده. بس احنا زمان ما كناش بنحب نقيس كده على طول، كنا بنحب ناخد الكلام ده نعديه على سوفت ماكس عشان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. الكبير يكبر قوي ده خليته اي اوس، هي نورماليزيشن، بس كنت نورماليز الاكسبنشن بتاع القيمه فكان بيكبر قوي، فيبان الديسكريميت ما بين الكبير وبين اللي بعديه وبعديه وبعديه. بص عملنا كده اهو، ادي كيو دوت برودكت مع ميو 1 ميو 2 لغايه ميو ان حسب الكلاسز اللي عندي اللي هم ان كلاسز مختلفين مع السنترز بتاعتهم بس. طلعت القيم كلها، عمل سوفت ماكس. سوفت ماكس طلعت دول بروبابيلتيز كمان. اكبر واحد اهو يبقى ده الكلاس بتاعي. ده في حاجه ثانيه احلى بقى من كده. ده انا ممكن اجيب لك التوب 3 او التوب 5. لو ما كانش الكلاس ده يبقى مين؟ يبقى كلاس ده ما هم كلهم عندي هنا. الاكبر ثم الاقل ثم الاقل وهكذا لغايه الاخر. فده كده تطلع النتائج بتاعتك، ودي بنسميها بنعمل رانكينج. زي كده. انا مدخل ده. ودول اللي كانوا عندي. هيقارنوا في الاخر يقول لي بص اكبر واحده الرانكينج بالنسبه للحاجات اللي مسجله عندي في الداتابيز هو ده. ده تبع الكلاس ده. بس. من غير ما عمال بيحفظ اشكالهم ايه وكلام خالص. انا بعرف اقارن، اديني حاجات اقارن لك بيها على طول، ولو تسالي فيكتور انا ما عنديش مشكله اقارن لك فيكتور بفيكتور طالما هم اوريدي كانوا طالعين من سياميز نتورك. بتحاول تماب كل انبوت الى ايه؟ السيمانتيك بتاعه. الاثنين سيمانتيك شبه بعض يطلع الفيكتور شبه بعض. واضحه الفكره؟ طيب هي كده السياميز نفسها خلصت، بس حضراتكم الناس بتوع الكمبيوتر ما بيستقرش وخلاص كده كفايه، لازم امبروف، لازم احسنها بقى شويه. تعال نشوف هيحسنها ازاي. ممكن احسن في اللوس فانكشن، نقي اللوس فانكشن احسن. ممكن احسن في التريننج سامبلز، فكل ما تجيب تريننج سامبلز صعبه كل ما يطلع اشطر، مش كده؟ في الامتحانات كل ما اجيب امتحانات اصعب هيبان الناس الشاطر بيعرف يفرق حتى بالحاجات الصعبه وبعضيها. مش تجيب لي كلها اسئله تافهه تريفيال واقول لك لا ده انا شاطر ده بجيب ايه؟ بس ايه على مين؟ على امثله سهله. فانت برضه عاوز تعلم كويس اديله هارد نيجاتيف سامبلز. هارد نيجاتيف يعني هو يعني ايه نيجاتيف؟ يعني مختلفين ما لهمش علاقه ببعض. في حاجات شبه بعضيها وقول لي خد بالك دول مش شبه بعض.
هما شبه بس فعليا ده كلاس وده كلاس تاني. اوريك اشكال ليهم دلوقتي. دي اسمها هارد سامبل. لو عملت كده هتبقى ممتاز. بس طبعا يجي يقول طب انا اعملها ازاي دي يعني؟ النظري حلو، اعملها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. الحاجه الثالثه الديسيشن تايم. ممكن استخدم الانسامبل ليرنينج، ممكن استخدم الكلام اللي خدناه في الالجوريثمز ديفايد اند كونكر. خدناها؟ طيب خد اللي عندك وقسمه اجزاء وشعر كل جزء لوحده ولم في الاخر. هي كانت بتعمل كده ديفايد اند كونكر. نعمل كده عندنا برضه في الانسامبل. تعال نتفرج عليهم كده. هم كده ثلاثه احنا اخترناهم من الحاجات الباقيه. طبعا كميه البيبرز اللي شغاله في السياميز عشان تحسن كتير من ساعه ما طلعت السياميز وكله نفسه يحسن ويسرع ويحسن الجوده بتاعتها وهكذا. فانا اخترنا شويه حاجات. اول حاجه شوف اللوس فانكشن. يوز كونتراست فلوس. عارفها معنى ايه؟ احنا طول عمرنا بنقول الشاطر في الديب ليرنينج او في الماشين ليرنينج هو الشاطر في اللوس فانكشن. والعاوز يحسن لو انت فاهم لوس فانكشن كويس هدي لك افكار تحسن ازاي. ممكن واحده منهم تضرب معاك سنارة تغمز وتلاقي نشرت بيبر وعديت. تعال نفهم بقى اللوس فانكشن دي بتشتغل ازاي. انا بدخل برضو صورتين هم نفس القصه هنا وهنا طلعنا اثنين فيكتورز بتوعنا هنا السكوير لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه هنا برضو مفيش لغايه هنا ده دي هي كوبي من القديمه انا ما عملتش حاجه لغايه دلوقتي خالص انا ما لعبتش في اركتكتشر بس انا قايل لك هلعب في مين في اللوس فانكشن يعني هلعب في دي انا لسه ما وصلتلهاش لغايه دلوقتي انت معاك الواي هات هنعمل حاجه اسمها الكونتراستد لوس تعال نفكر كده بالبلدي انت محتاج السياميس تتعلم ايه ازاي تفرق لو انت عرفت تفرق بالحاجتين اما كده ايه الطفل صغير بس قال له لا بص يا بابا دي قطه لكن دي معزه انا مش عاوز حاجه ثانيه اكتر من كده مش عاوز ما يقول لي لا ده انا متاكد 100% دي معزه وبص عينها ايه وبص رجلها ايه انا مش عايز دي هو لو عرف يفرق ما بينهم خلاص انا مكتفي بكده ولو كانوا حاجتين شبه بعض يقول لي لا دي قطه ودي قطه شبه بعض الديستنس ما بينهم اقل ما يمكن ده اللي احنا عايزينه ده اللي هيعمله هنا في الكونتراست تيست جاي من كلمه كونتراست برضو عمل واي واحد ناقص واي واي لو كانوا شبه بعض بهدي واحد ولو كانوا مختلفين هدي زيرو ده في الليبل مفيش مشكله الواحد وزيرو بتاعنا لو كان واحد الواي بواحد الاثنين شبه بعض يبقى ده جزء ده لا يشتغل وده هيموت خلاص واحد ناقص واي بقى صفر اما ده يشتغل بيحسب ايه الديستنس ما بين الاثنين ابسولوت ديستنس سكوير ديستنس مش هتفرق معانا ففي الاخر ده كده دي بقت اللص هتبقى الحته دي بس يبقى طول ما انا مدخل حاجات شبه بعضيها هيبقى اللص هي الحته دي انت عاوز تمينيمايز اللص تتمنى ان النص يوصل صفر يبقى فعلا هما زي بعض بالظبط ده الجزء الاولاني طب الجزء الثاني اللي شكله غريب بقى شويه ده انا هدخل لك الواي بزيرو هما الاثنين مختلفين عن بعض خلاص الجزء ده مش شغال الجزء ده اللي هيشتغل هيبقى ايه بقى هنا انا عارف الحته دي ده الفرق ما بين الشكلين اللي مختلفين عن بعض لسه ما بينهم انا نفسي الديستنس دي تبقى ايه كبيره من مختلفين انا عاوز دي تكبر بس تكبر لغايه قد ايه لو كبرت لدرجه بعرف ادسكريمينيت خلاص هما اللي شبه بعض عاوزهم يبقوا فعلا ديستنس صفر لكن تانيين بيبعدوا عن بعض ماشي كل ما الديستنس تكبر بعدوا عن بعض اكتر كده ايه بتعلم احسن بس لغايه ليميت بعد كده مش محتاج احنا بنحط هنا ايه مارجن معين المارجن ده فين حطيته بخمسة مثلا رقم حسبنا الديستنس دي كانت بثلاثة لا لسه صغيرة شوية انا الثريشولد بتاعي كام؟ خمسة ترين تاني أربعة لسه بقت خمسة خمسة ناقص خمسة صفر بترين بقت سبعة سبعة ناقص خمسة ناقص اتنين بس انا طول عمري في اللص بمينيمال عشان اوصل صفر مش كده؟
لو انت عديت على صفر هتمينيمايز ايه؟ ملاش معنى. عشان كده بيعملها بالمنظر ده. بص كده، طول ما انت اكبر من الصفر، الحته دي اكبر من الصفر، يعني انت لازال اصغر من الثريشولد، اللص شغال معاك، وافضل مينيمايز وقلل تاني. لو بدأوا يبعدوا عن بعض شويه كويسين، عديت الثريشولد اللي انت حاطه بايدك، مش محتاجه ترين تاني، كده هعتبر اللص خلص بقى صفر. ساعتها هياخد ايه؟ الماكسيمم، هو صفر، لان دول بقوا بالنيجاتيف، انت بقيت اكبر من الالفا بتاعتك. ساعتها الصفر هيشتغل. نفس الفكره بتاعه سبورت فيكتور ماشين، في انه يعرف مارجن، هو عاوز يحط مارجن معين، فده يعتبر هو المارجن بتاعه. ده المارجن بتاعنا. والحته دي على بعضيها كده اللي هو النص ده، احنا عندنا اتنين نص دلوقتي، واحد منهم اهو اللي هي الديستنس، اللي هو ده الديستنس. ده متعرف عليه باسم هينج لوس، وده مرتبط بالاس في ام، لانه في المارجن زي ما كنا بنقول في الاس في ام. فهو هنا في الكونتراستيف فرق ما بين الاثنين. هناك كنت بقول لك دي ديستنس ودي ديستنس وخلاص، واي بواحد شغال دي، واي بزيرو دي هتشتغل، وهنا برضو كان ديستنس بين الاثنين بعاد، وافضل ابعد فيهم زي ما انت عايز. بس وغبت في الاخر انك بتهلك نفسك على الفاضي. وانس ان هم بعدوا عن بعض، مش عايز يبعدوا اكتر من كده، خلاص بقوا ديسكريميتد، ابعد اكتر واكتر ليه؟ ملهاش لازمه. فعشان كده عمل ايه؟ الكونتراستيف لوس بيدي نتائج كويسه وبيسرع في التريننج، لان انت مش عمال تطحن في المطحون، انت خلاص بعدت. ادي الكونتراستيف لوس اهو، دي المعادله بتاعته. اف اوف ايه الامبيدنج بتاع الفيكتور الاولاني، الصوره الاولانيه، بي الثاني، الفرق ما بين الاثنين اللي هو ايه؟ الواي. كيس 1 ايمج اي وبي سيميلر، يبقى الواي بواحد، يبقى الجزء اللي هيشتغل هو النص بتاعك، وانت الاوبجيكتيف تمينيمايز الكلام ده، وهو عمره ما هيقل عن النور عن الزيرو، مش كده؟ انا بمميز حاجه تفضل تقل بقى صفر، ده المينيمايزيشن. الحته الثانيه بقى، الكيس الثانيه بتاعتك، لو كانت الواي بزيرو هما دي السيميلر، هنطبق دي هاي ماكسمايز الابسوليوت ديفرنس اللي هو اللي هنا ده، احنا عاوزين ده يكبر. كل ما انت بتطحن في اللص يقل، معناها ان ده يكبر في اللص يقل، لان اللص عباره عن المارجن بتاعك او الثريشولد ناقص دي، فانت عاوز دي تكبر كل مره عشان اللص يقل، لغايه ما اجي عند فتره اقول كفايه كده وصلت للثريشولد. لو زادت عنه بقى ده جزء نيجاتيف، هياخد الزيرو، فاللص يلاقي زيرو، ولا خلاص مش عاوز اعمل حاجه ثانيه، يقول لك وقف. مش انت بتوقف عند لص بقيمه معينه؟ لو وصل 10 وصل 3 اقول وقف، خلاص هنا هيوصل لعند زيرو، يقول لك مش محتاج اكتر من كده. دي الفكره بتاعته. الاوبجيكتيف ماكسمايز الابسولوت ديفرنس بتوين الاثنين تل ريتش مارجن فاليو اللي هي الالفا بتاعتك. لو ديفرنس بقى كده بقى دي بلس وخلاص. نو نيد تو دو مور ايفورت تو انكريز ذا ديفرنس. ازوده ليه؟ ما انا كده بقيت زي الفل. مش انت كان نفسك في الفا ووصلتك الالفا. دي كونتراست حلوه جدا. بيتا لوس فانكشن بقى ثانيه. التريبلت لوس، ودي اشهر واحده الفيس نت شغال بيها. لو حد سمع الفيس نت، الفيس نت اللي هي العمده او المرسيدس بتاعتهم في الفيس ريكوجنيشن، موجوده على النت تقدر تنزلها وتشغلها، كتر خير ترانسفير ليرنينج يعني. بتشتغل بالتريبلت لوس. بص بقى فكرته ايه؟ نتعلم الفكره نفسها. هيدخل ثلاث صور على النتورك مش اثنين، وبالتالي هيعمل ثلاثة كوبيز من دي، كل واحدة تاخد الصورة بتاعتها. طب هو ليه دخل التلاتة؟ ما كان الاتنين كانت شغالة، وبره ببص لها هناك كنت بفكر فيها كأنها كلاسيفاير، مش كده؟ الكلاسيفاير هو زيرو ولا 1، الاتنين بير دول شبه بعض والمختلفين، بقت قصة كلاسيفيكيشن، ده الجزء الأولاني اللي عملناه. والكونتراست برضه شبه كلاسيفيكيشن. بدليل، بص لو رجعت لورا شوية، كنت بدخلك هنا إيه؟ الليبل. ما انا بكلاسيفاي الانبوت اهو، لازم تكلاسيفاي واحده من الاثنين دول. هتفاجئ هنا مش هتيجي لك ليبل. هي كانت المشكله في الاولانيه ايه؟ اللي هو البير. انت فصلت الاثنين عن بعض. فصلت ان دول سيميلر ودول دي سيميلر. لا انا عاوز اجيب لك في الامتحان ولخبطك. اجيب لك ادي حاجه اهي. ودي شبهها ودي مش شبهها في نفس الوقت. شوف هتتصرف ازاي.
حضرتك تتعلم الاثنين مع بعض، مش هتعلم دي لوحديها وتعلم دي لوحديها زي ما كان بيحصل هناك. ده اللي هيعمله هنا بقى في التريبلت لوف. طبعا التريبلت جاي من تريبل اللي دخل ثلاثة. نفهم الفكره بتاعته عمل ايه. زي ما عملنا هناك كل واحده بتطلع الفيكتور بتاعها اهو، هاخد دول مع بعض جبنا الديستانس. بعدها هحسب بقى التريبلت لوس فانكشن شكلها اهي، نفهمها مع بعض. دخله ثلاث حاجات، واحده منهم بسميها الانكور اللي هي الاصل، انكور يعني ريفرنس، ده ريفرنس بتاعه، وده البوزيتيف يعني ده شبه ده اهي قطه وقطه، وده النيجاتيف. ده سميناه ان نيجاتيف، ده بوزيتيف، ده ايه اللي هو انكور. وبالتالي اللص بتاعنا بياخد الثلاث حاجات مع بعض دول اهم طالعين له في الاخر هنا كلهم. هيحسب ازاي بقى اللص؟ تعال نفكر فيها كده مع بعض. هو عايز الديستانس ما بين الانكور والبوست تبقى كبيره ولا صغيره؟ بوست شبه بعض، عاوز يبقى صغيره قوي. وعاوز الديستانس ما بين الانكور والنيجاتيف كبيره. في نفس الوقت لو هو نفس الانكور اهو يبقى قريب قوي من دي وبعيد قوي عن دي، ما انا مديله تريننج داتا يتعلم منها. يعني كاني بقول كده انت عاوز الديستانس ما بين الاي والان ناقص الديستانس ما بين الاي والبي هتساوي رقم بوزيتيف وليكن الفا مثلا. ده رقم، ده اكبر من زيرو. خليها عامل زي ما انت عملت اهو او زي ما انت بتقول، عاوز ده يبقى اكبر من الزيرو، اكبر بكتير من الزيرو. هحط لك ثريشولد الفا، الفا ده رقم بوست. طيب هنفكر بنفس الفكره. لو انا جيت هنا نقلت كله في جنب واحد هيبقى بيساوي صفر، صح؟ وده كان دي الالفا اهي. لو نقلت كله بقى الديستانس ما بين الانكور والان ناقص الديستانس ما بين الانكور والبي ناقص الالفا يساوي صفر، او العكس الديستانس ما بين الانكور والبوستف اللي هي صغيره اما يتجمع عليها الالفا ناقص الديستانس ما بين الاي والان يساوي زيرو. هي هي، انا بقول لك دي صغيرة ودي كبيرة، زود على دي الفا الاولانية زود عليها الفا عشان تكبر تبقى قد دي. لو وصلت زي كده فانا ساتسفايد. طيب ولو حصل ان الديستنس ما بين الاثنين دول كبرت قوي، ما انا عارف الديستنس الاولانية دي بين الانكر والبوستيف اخرها صفر، بقوا قد بعض بتيبيكال صفر، لكن دي ممكن تكبر 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 بيبعدوا عن بعض كل شويه، وبالتالي ممكن تلاقي في الاخر الحسبه دي ما بقتش صفر بقت نيجاتيف، لان دول كبروا قوي دي باشاره نقص بقت دي كلها نيجاتيف. هعمل زي ايه الهنج لوس، خد الماكسيم ما بين الزيرو والحسبه دي. بص ده اللي عمله اهو، ماكسيم ما بين الزيرو و ادي البوزيتيف يتجمع عليه الالفا ويطرح منه الديستنس الكبيره بتاع النيجاتيف. ده كده بقى ايه؟ تريبلت لوس عشان فيه الثلاثة مع بعض. مال فين واي واحد ناقص واي؟ بقتش محتاج خلاص. مفيش ليبل أصلا، مش محتاجه. مش محتاجه ليه؟ أنت اديتني الليبل وأنت مش واخد بالك. أنت لما اديتني الثلاثة دول قلت لي ده البوزيتيف وده النيجاتيف، خلاص فأنا كده بقيت عارف مين البوزيتيف ومين النيجاتيف، مين اللي كان بيدي زيرو وكان بيدي 1 قبل كده. لا الالفا دي قصه ثانيه، عاوز تخش في التشالنج بتاعها ده تشالنج لوحديه، تتنقي احسن ثريشولد ايه، لكن احنا بنشوف بس الفكره اتعملت ازاي. لكن انت في الاخر بتعمل زي ما بتعمله في اللاب، جرب 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 شوف احسن الفا مين، ولو زهقت بتسيب الكلاس يجرب لك، مش كده؟ اسمها ايه الفانكشن اللي بتجرب بيها؟
كراس تيونر، هو بيتيون يقعد يجرب وخلاص، ويدرك احسن حاجه فيه. هو مش بيتيون، احنا فاهمين غلط، هو بيجرب برضه زيك ويعيش حياته، ممكن ياخد له يوم يومين حسب بتاعه، يقول لك بص جربته دي كانت احسن واحده، هي فدي نفس. فخليها مؤقتا، مش هنتكلم على دي نعملها ازاي، لكن طبعا ممكن تفكر فيها. انا عاوزها تبقى ترينبل بالمره عشان تشوف احسن الفا تحسن، بس ساعتها لازم تكون شاطر في اللص، احسب بقى اشوف اللص هيتحسب ازاي عشان تبقى دي احسن الفا. المهم لا ده كده الموديل هيزعل منك. الموديل ده ما بياخدش اثنين، لازم ياخد ثلاثة، ده تريبلت. اللي قبله بياخد بير، لكن ده بياخد تريبلت. مش هي دي شغلته؟ زي ما عارف الفيز ده هو الفيز ده ولا لا، يعرف فكرة بيض دي هي دي ولا لا. هو اتعلم ازاي يقارن، برضه يقارن ايه ما تفرقش معاه. طيب ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، يوز تريبلت لوس وثري ايمجز. الكونسبت بيهايند التريبلت لوس اللي احنا قلناه كده سريعا، نراجعه تاني مع بعض بقى. هو ما فكرش ان هي باينري كلاسيفاير، ده اللي كان شغال بير كان بيفكر كده، البير ده يدي 0 والبير ده يدي 1، كان عاملها باينري كلاسيفيكيشن فعلا. لكن هنا ما بيفكرش ان هي باينري كلاسيفيكيشن خالص، بدليل ان هو اللوس كله زي بعضيه، كله هينزل للصفر. اللص اللي هو بناها دي لازم تقل، وطبعا بقى انت مدخل ايه ولا ايه لازم يقل، ما عنديش بقى ليبل زي كده. Not about similarity between two inputs، ده الهدف بتاعه. The objective is to learn how much closer are the two images، هو ده بيفكر فيه، هم قريبين قد ايه، مش مجرد قريبين ولا بعاد. كان بيعمل كده يا 0 يا 1، هنا اقول لك قريبين لغايه فين، مش كده بيعمل رانكينج. How much ده معناها رانكينج. حاجة تانية، the three parts anchor positive and negative are included in the same loss equation. مش زي هناك كان عندي اثنين بس كنت بعمل equation، يتشغل النص ده يا النص ده. هنا التلاتة بيشتغلوا مع بعض كل مرة، فبيتعلم أحسن. بيتعلم شوف ده وعكسه. الـ objective بتاعها، الفكرة بتاعتها بقى إيه الـ objective إيه؟ distance between anchor image and positive image is not only small. مش ده اللي بدور عليه نصغرها زي ما كنا بنعمل هناك. لا، but smaller than the distance between the anchor and negative. يعني هو الكونسبت بتاعه هنا، العلاقه ما بين انكور والبوزيتيف تبقى اصغر بكثير من الانكور والنيجاتيف. ده اللي بيفكر فيه، مش ان ده بقى نص قريب قوي يبقى بوزيتيف، ده نص كبير قوي يبقى نيجاتيف. لا، دول الاثنين قريبين قوي يبقى لازم الدستنس ما بينهم اصغر بكثير ما بين الانكور نفسه مع الثاني. فكر مختلف، بص ده اللي هو بيعمله، ادي الانكور، ده النيجاتيف وده البوزيتيف. كان النيجاتيف كان قريب ليه والبوزيتيف كان بعيد عنه. ده في بدايه التريننج، انا لسه بترين النيورال نتورك بتاعتنا او الساميز. هو عاوز يوصل لايه بعد التريننج بقى؟ يوصل يبقى النيجاتيف بقى بعيد والبوزيتيف بقى قريب. اللص اتحسب على كل دي، بيشوف دي قد ايه مقارنه بدي قد ايه، بيعتبره نفس الانكور. فانا اقول لك خلاص كده اتعلم ولا ما اتعلمش. هنا كان لا ده دي صغيره ودي كبيره، فرق بينهم مش نافع، هيفضل يعيد لما يوصل لحاجه زي كده، وبالتالي عديت انت الثريشولد بتاعك، يقول لك كده ايه تقدر توقف. تاني اوبجيكتيف از نوت، ما هواش الهدف بتاعه، ديستنس ما بين الانكور والبوزيتيف توصل للصفر، مش ده الهدف. ولا بين الانكور والنيجاتيف تبقى فيري هاي فاليو، مش ده الهدف. الهدف بتاعه هو انكور بوزيتيف ار كلوزر ذان الانكور والنيجاتيف. فهمنا الكونسبت؟ شكلهم شبه بعض من بعيد بس كونسبت مختلف تماما. الاولاني بيفكر بالفكر بتاع كلاسيفاير 0 و 1 ده ولا ده، هنا لا، احنا كلنا مع بعض كده، احنا ثلاثه مع بعض كده. المسافه دي كبرت قوي على المسافه دي، انا موافق. كبرت قد ايه مش فارقه، بس المهم ان ده بقى اكبر بكتير من ده، على الاقل عديت المارجن اللي انا كنت محدده. كده خلصنا الفقره الاولانيه بتاعه الامبروفمنت، قلنا ندور على اللوس فانكشن احسن، خدنا اللوس فانكشن تريبلت احسن، وفعلا في الفيت نت بيبر 2015 بدي نتائج احلى بكتير من كان اسمها ايه تاني، الديب فيس. ديب فيس هي شغاله بالكونتراست، كونتراست الظل، كانت 2014. حاجه ثانيه، احنا قلنا ادي هارد نيجاتيف سامبلز، ادي له امتحانات صعبه عشان يتعلم كويس. ده اللي عاوزين نعمله،
بص كده، لو انت ده الانكر اهو، لو انت اديت له دول الاثنين ده مش هارد قوي، ده سيمي هارد. الاثنين تقريبا قريبين من بعض كمسافه، ديستانس هنا وهنا قريبين من بعض، لكن لو انت اديتني دي ده هارد بجد، ادي الانكر. اديتني حاجه شبهي قلت لي خد بالك ده مش الكلاس بتاعك، واديتني حاجه مختلفه شويتين عني وقلت لي خد بالك ده بوستس. مثلا مديلك هنا مثلا دي عربيه، جبت لي عربيه ثانيه اهي بس شكلها مشوه والاضاءه ضربه فيها وكلام زي كده، بس هي ستيل عربيه من الكلاس بتاع العربيات، فالمفروض تقول لي دول سيميلر لبعض. نفس الوقت جيت هنا رحت جايب لي تريسيكل ما هوش عربيه بس شبه العربيه وليه رجلين وفي عجلتين باينين من ورا واضاءه كويسه زي اللي هنا، ففعليا شبهي، بس هقول لا خد بالك ده مش شبه. ده المقصود بيها، انا عاوز هارد نيجاتيف سامبل. بص كده دول ايزي تريننج سامبلز، طبعا ده من وحي اليومين دول بتاع الانتخابات الامريكيه. ادي الانكر، ده البوزيتيف هو نفس الشخص بس شكله مختلف شويه، وطبعا ده نيجاتيف. ده تريبلت سهل السيستم بتعلمه بسهوله لان هو اوريدي هم بعاد عن بعض. ده مختلف عن ده، هنا نفس الكلام، تسعه اهي دي من المين ست ست، تسعه ثانيه شبه بعض والثلاثه بعيده خالص عن تسعه، فدي هيتعلمها موضوع خلصت الامتحانات كلها وحلتها ومقفل. طب هديله بقى دول، بص كده الشكل ده، ده البوست بتاعه باعتبار دي خمسه، بس خمسه شكلها بدل شويه وفيها شبه من ثلاثه، فانا بقول له خد بالك ادي التريبلت بتاعها اهي، ده الانكور، ده البوست، ده النيجاتيف، لازم تتعلم دي. هو بقى يتشقلب يعمل اللي هو عايزه بس في الاخر يظبط الويت عشان يتعلم دي صح. هديله دي 7 اهي، دي 7 وده 1 بس شكل شبه 7. فانت على قد ما تعرف تديله هارد تريننج سامبلز على قد ما يتعلم كويس قوي، يبقى فعلا خبير هو بيبص. فخلاص عارف زي الدكاتره، زي الدكتور كده في واحد يبص في الاشعه يقول لك بص الحته دي كده شكلها هتبقى بدايه بقرة كانسر بس هبان كمان مش عارف قد ايه، واحد تاني يبص مش شايف. هو نفس الكلام هنا، بيعرف يفرق كويس ولا لا. السؤال بقى هجيب دول ازاي؟ بتشوار هتمر على ال 100 مليون سامبل اللي عندك وتقعد تقول اه شبه ودي صعبه وكلام زي كده. ممكن امر بعيني بس اديني حبه صغيرين امر عليهم. هقول لك فكره حلوه قوي بيحطوها كانت منشوره في بيبر. How to select hard negative samples من التريننج بتاعك. بص هيعمل ايه؟ انا كان عندي النتورك عملت لها تريننج، السيميز عملت لها تريننج. عملت كويري بالحاجتين دول، كويري بالقطه. وطلعت التوب 5. انا ممكن اطلع التوب 5 بالترتيب بتاعهم، مش هي رانكينج. اجيب بالرانك مين اقرب حاجه ثم ايه ثم ايه وهكذا. طلعوا لي دول. انا بسهوله لو انا دخلت 1000 كويري ممكن اتفرج على 1000 ريزلت، ما عنديش مشكله، دي هقلب على الكمبيوتر واتفرج عليهم واحده واحده زي كده. انا وانا ببص على دي كده، دي قطه اه صح، دي قطه صح، ده لا ده كلب بس فيه شبه من القطه بس طلع قطه. طب وده نفس الكلام، ده نفس الكلام، هو غلط غلط غلط. مثال تاني، دخلت له برتقاله بعمل بيها كويري طلع لي الخمسه دول، ببص انا بعيني برتقانه اه برتقانه اه لا ده كده يوسف افندي وده يوسف افندي مش برتقانه، بس هي فعلا شبه البرتقانه، هو كان ممكن يغلط. اهي دي الهارد سامبلز اللي انا عايزها. اه فاحنا بنعملها بالطريقه دي. الاول بترين عادي خالص من غير هارد سامبل، السامبلز اللي عندي راندوم، اتعلم شويه، اعمل كويري ادخله شويه داتا اجرب بيها، ابص على النتائج بتاعتها، النتائج اللي طالعه غلط اهي دي الهارد نيجاتيف هارد، خدها بقى تاني فاين تيون السيستم بتاعك بقى. فكره حلوه، وما عادش يمر على بقول ال 100 مليون سامبل. وعلى فكره عندهم يعني الفيس نت كان اخر مره كان بيقول مدربين على 100 مليون فيس، ارقام ضخمه جدا عشان يمر على كل دول. لكن لما اجي اختبرها مثلا ب 2000 3000 انا ابص بعيني او واحد خبير يبص بعينه يقول اه دي غلط دي غلط غلط ودول طالعين في التوب 5، يبقى فعلا دول هارد سامبلز بيغلط فيه، اخدهم وادربه مره ثانيه عليهم. ده اللي بيحل نماذج الاجابه ونماذج الامتحانات بتاعه الوزاره، بعد ما يحل وغلط يرجع يتعلم تاني من اللي غلط فيه. كنا بنعمل كده، اللي عدى صح خلاص، اللي غلطت فيه ارجع ذاكره تاني وحله تاني عشان اتعلم. هي نفس القصه بيعملها هنا كده اهو، بيترين النتورك راندوم سيلكتد
في الأول مرة، بعدها تست اختبارها، بيك الفايف نيرست نيبرز لدي أو لدي. شوف بقى الرونج بريدكشن اللي معولهم لك بالأحمر هنا، هم هم دول هم الهارد تريبلز بتوعك. ارجع بقى تاني بالفاين شو، خد بالك دايما أنا ما عنديش مشكلة في البوست قوي، هم اوريدي داخلين في الكلاسز عندي، لكن المشكلة الأكبر في الهارد نيجاتيف، أو النيجاتيف صعب. الامبروفمنت الثالث، بروف سيميلاريتي ليرنينج يوزنج انسامبل ليرنينج. بص هيعمل ايه بقى، ادي الداتا اللي عندنا الصور كلها، دخلها على سي ان ان، طلع فيكتور ماشي مفيش مشكله، خد الفيكتور هنا قسمها كلاستر، استخدم اي حاجه بقى تي مينز وات ايفر، قسمتها زي 8 كلاستر، خد كل واحد من دول على حده ودخلوا على نتورك لوحديها، انجل لوحديه، سيبهم يشتغلوا ان بارل. ده كده مش كده، ده ديفايد اهو، بعد كده كل واحد يشتغل لوحده وارجع جمع نتيجه تاني اللي هو الجزء بتاع الكونكر. فكره لطيفه، مش هنخش في تفاصيلها، بس انا عجبتني الفكره فقلت ايه ابينها لكم. بص مع بعض عمل ايه، كرييت امبيدنج فيكتورز كريتناهم باستخدام السي ان ان الاولانيه، كلاستر الجنريتد امبيدنجز انتو كي كلاسترز، ارجع لورا تاني اهو، خد دول كاري دول عمل لهم كلاسترنج كاد ديفايد، كرييت كي سياميز نتورك متشابهين كلهم ويز شير سي ان ان، يا سي ان ان بتعمل ايه؟ بتطلع فيتشرز، فبيطلع فيتشر ليهم كلهم، ارجع لورا اهو اهي دي ليهم كلهم، كله اي واحد من دول ياخد بتوعه يدخل يطلع له من الفيكتور من هنا، يكمل بقى بالويتس بتاعته لوحديه وهكذا وبيتعلم وهو راجع. خد بالك دي بتتعلم معاهم كلهم لان دي شيرد، ده الديفايد بروفايد فيكتور في اتش كلاستر وان اوف سايميز نتوركس، ستارت تريننج لكل واحده على حده. بعد ما تحس ان بقيت ستيبل وصلت للثريشولد معين للص معين زي ما انت عايز، روح بقى خلاص وقف وخد بقى فاين تيون كله. خد بالك هي شيرد فما عنديش مشكله، الويتس هي نفسها فاين تيون كله، بس بعد ما كنت قسمت وخلصت انجزت كميه كبيره كده الفاين تيون يبقى كلهم متقسمين مع بعض بدل ما كانوا متقسمين كلاستر كلاستر كلاستر. ممكن استخدم ترانسفير ليرنينج ازاي؟ اهو اخدت ريزنت، مش ريزنت قويه بتطلع فيتشرز حلوه لاي صوره، خلاص متدربه على الايماج نت كلها ومليون صوره والكلام الكبير ده، خد الريزنت ده الفيشر اكستراكتور بتاعك، حط بعد كده ايه شويه فول كونكتد لايرز مع بعض، ده هعمل له فريز اثناء التريننج ما العبش فيه الويتس اللي هنا، الويتس اللي هنا دي هتبقى هي ترينبل بتاعتي وتكمل شغلك عادي. فانت كده وفرت كتير ما ضيعتش وقت، خدت الريزنت از باك بون بتاعك الفيشر اكستراكتور without having to train such a big network، هي متدربه اوريدي وفرت عليك وقت كبير قوي. furthermore نعم؟ لا دي حاجة تانية. ده ترانسفير. ممكن اخده شيرد لو انا عايز. يعني هو هو اللي عمله هنا ايه؟ ده اللي هيبقى منه ثلاثة. دي واحدة للكل. ودي قصدي دي فريز. ما اعرفش فيها خلاص. لكن اللي هنا دي اعمل منها ثلاثة بقى وظبط الويتس بتاعتك زي ما انت عايز وارجع تاني شير الويتس ما بينهم واقسمهم وهكذا. لكن دي اوريدي خلاص انا كاني قطعت جزء كبير من غير ما اضيع وقت فيه. الترينبل موديول جيفز امبيدنج ليرن تو ابروتش فانكشن فور ذا تاسك وزود تيونينج نيومرس بارامترز. مش هتمر على بارامترز كتير. فدي فكرة بتاعت ترانسفير ليرنينج. قبل ما نتكلم على ترانسفير ليرنينج الصورة دي لطيفة ممكن تبص عليها. ممكن تجيب حاجة ابديت لو انت عايز اكتر من كده. هنا بيتكلم على الاوبريشنز تاخد اوبريشنز قد ايه، هنا بتتكلم على الاكيرسي قد ايه. انا طبعا يهمني اكون في الحته دي ما اخدش وقت كبير وفي نفس الوقت تكون اكيرسي عاليه، يعني كاني بقول لك بص دي كويسه ودي كويسه، هما ايه دول؟ انسبشن فيجن 3 وفيجن 4 بي جي جي كنا فرحانين بيهم، بس المشكله بس حجمهم قد ايه؟ ده فيجواليزيشن
فاكرينه؟ ايوه بيكاتش الاي اللي هو بيجيب لك دايمتر كبير. فدي كبيره، دي بتاخد وقت كبير، ممكن تنزل تحت تبص هي قد ايه، 155 ميجا و125 ميجا، حجم كبير قوي. دول حجمهم صغير فبيدوا اكسس عالي. فلو بتفكر ما تروحش ايه للبي جي 16 و19. طب ريزنت اكسس بتاعتها حلوه مش وحشه، هي شبيهه بدول، بس الفكره بتاخد وقت اكبر، برامترز اكتر كتير، لكن واضح الانسبشن من الحاجات القويه قوي. او ريزنت 50، ده يبين لك ليه ناس كده بتفكر في ريزنت 50. اسرع منهم كلهم تقريبا، اسرع من الحاجات اللي هي دي، والاكسس بتاعتها اكسبتابل كويس، فمنتج كويسه فيها. يعني ما تروحش تفكر تقول اخد في جي 60 او 20، لا ريزنت هتبقى احسن لك. ما هو طالما ببلاش ما انتش دافع حاجه. تو سمرايز، نلخص اللي احنا قلناه بقى. في عندنا 3 فيرجنز، واحده منها بتبروفايد 2 انبوت. واحده بتبروفايد 2 انبوت بيستخدم لص ايه؟ يا اما كروس انتروبي الاولانيه، او يا اما كونتراست لص. شفنا الاثنين، كروس انتروبي الاولانيه العاديه، وشفنا الكونتراست لص دخلنا فيها الهنج ودخل ايه؟ الماكسيمم بتاع الزيرو والحزبه بتاعتها. الحاجه الثانيه ادخل 3 انبوت، بدل ما كنت بدخل اثنين بس بيرز بدخل تريبلت، واستخدمنا معاه تريبلت لص، شفنا شكله ايه. في حاجه بقى ما اتكلمناش عليها، ابروفايد 4 انبوت. اجيب الرابع منين؟ بص الرابع عمله ايه بقى؟ نفس التريبلت والواحد، وان ايمج ذات ديفير فروم اول ذا 3 اذرز، مختلف عنهم كلهم، بتخرجوا شويه بره، لو هيقف في لوكال مينيمم ممكن تخرجوا بره شويه. هو كان بياخد 4 طبعا، ليها اللص بتاعتها طبعا، ما هو طالما دخلت 4 هتتصرف ازاي؟ فكر لها في لص فانكشن بس مش بتاعتنا دلوقتي يعني. فيرست ابلكيشن للسايميز نتورك، طبق فيه face verification and face classification، قلناها من شويه. هو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ verification انت بتفيريفاي، انا بقول لك ده هو ده وانت بتاكد هو صح ولا غلط، فانا مش داخل ادور جوه الداتا بيز وهو ده ولا ده ولا ده، لا انا بفيريفاي هو ده هو ده ولا لا، مش اكتر من كده. ده الفيس verification. وكلاسيفيكيشن خلاص احنا عارفين الكلاسيفيكيشن يعني. في قلنا اثنين مودلز مشهورين، الديب فيس 2014 والفيس نت 2015. ده كان مستخدم الكونتراستيف واستخدم الكروس انتر البيبر بتاعته. ده حسن بعديه واستخدم التريبلت لوس. ده وصل بعديه بقى في طوفان من البيبر، كل واحد بيحاول يحسن ويقترح كلام زي كده. ده الامنست كلاسترنج. انا ممكن اعمل كده. هو فيجواليز كمان. ده بقى 300 اتريشن. طلعوا كده. ادي كلاس، ده كلاس، كل كلاس باللون بتاعه. زودنا شويه 400 ايتريشن، بداوا ينفصلوا اكتر شويه. 500 بداوا ينفصلوا اكتر. 5000 كده واضح ان الفيكتورز، الفيكتور ده على فكره اثنين بس رقمين مش ده 2 دي. يعني تحولت كل شيب من النيومرالز الى رقمين، فيكتور طوله 2. هما رسمناهم طلعوا فعلا متجمعين كل واحده لوحديها بحاجه زي كده. ممتاز جدا طبعا. كلاسترنج مش كي مينز المره دي بقى. ومش كنا بننزل ازاي البي سي اي، ده مش بي سي اي. وبس طلع كويسه جدا اهي زي ما احنا شايفين. مثال ثالث، احنا اخذنا مثال بتاع فيسز ومثال على ايه؟ ليمينست داتا سيت. ريليشن لي ايبوك. ايموشن بريدكشن. ايموشن بريدكشن في 6 ايموشن مشهورين في الفيسز. ده مش عاوز يعرف فيس بس، ده عاوز يعرف هو زعلان، مزبهل، ولا مش عارف يسموه ايه، غضبان، كلام زي كده. هو عنده الحاجات دي، هابينس اهو فرحان، سربرايز في مفاجاه بحاجه، خايف، حزين، غضبان، كلام زي كده. هم 6 ومديهم الاختصارات دي عشان بس ايه راش يكتب كله. هذه الداتا سيت كلها بتاعت فيشل اكسبريشن اسمها ايه؟ نيم ستيم. معرفش جت من اختصار نيم ستيم دي، بس المهم ده اسم الداتا سيت موجود على كاجل. بدا يعمل لهم كلاسترنج بنفس الطريقه، طلع فيكتور لكل فيس بهدف ان اعرف ده ايه وده ايه وده ايه. اهو ده اللي طلع بعد 2000 اتريشن، 3000 اتريشن،
4000 اتريشن. بداوا ينفصلوا، الاخضر ما اعرفش الاخضر ده افير تقريبا، خايفين هم لوحدهم، ده الانجري اللي هم هنا الغضبانين الناحيه دي، وهكذا. في طبعا تداخل واضح، انت ممكن تبص على واحد بعينيك حتى انت مش عارف هو بيضحك ولا هو غضبان، احيانا في حاجات شكلها متشابه يعني. بعد 5000 بدا ينفصلوا اكتر شويه. ابلكيشن رابع بجد حلو جدا بقى، استابليشنج ايمج كورسبوندنس. من الاخر حد صور بانوراما بالموبايل بتاعه، صورها ازاي؟ تلقط لقطه بعدين تتحرك شويه وتاخد لقطه ثانيه وهكذا. طب انا عندي حاجتين زي كده اهم، دي واحده ودي واحده، عاوز اركبهم على بعض، اعمل بقى ستيتشنج. بص فعليا الستيتشنج المفروض يتم كده، هتبقى دي مايله شويه كده عشان تركب ويطلع شكلها ماشيه كويس. هركبهم على بعض ازاي؟ اعمل ستيتشنج ازاي؟ اقول لك طريقتين، واحده منهم التراديشنال تكنيك الطريقه العاديه، والثانيه باستخدام السياميز. السياميز معاك وانت عاوز تشوف مين هنا شبه هنا عشان يركبوا على بعض ازاي، اوريك عملوها ازاي. في الطريقه العاديه بيروح يطلع شويه فيتشرز بحاجات من الايمج بروسيسنج، الهار فيتشر، الهارس فيتشر سوري، اللي هي بتطلع الكورنرز، السيرف والسيفت، دول فيتشر اكستراكتورز زي فلاتر بس باساميهم كانها كده، مش حاجه كده، مش ماشين ليرنينج يعني. طلع بعض النقاط المهمه وبعض الكورنرز وكده، بعدين بيدور على اي تكنيك عشان يقول والله ده شبه ده، ده شبه ده، عشان لو انت عرفت ماتش دول مع دول هتلف الصوره وتركبها، تعمل ترانسفورميشن وتركب الصوره صح. دي الطريقه القديمه. طب هنعمل ازاي بقى في السياميز؟ بس تفكر حلو، بص معايا كده. هيقسم الصوره الى باتشز، مربعات او سطرات صغيره، الصوره دي والصوره دي، ويدور فين المربع شبه المربع الثاني في الناحيه الثانيه. بس كده عرفت مين بيماتش مين، عرفت بقى الصوره عاوزه تلف فين، عاوزه تقرب ازاي، الاوفرلاب فين، اهو ده اللي عمل. ادي سياميز، دخلت باتش 1 وباتش 2. هيكمبير الايمج باتشز بتاع الصورتين. خلاص نو نيد تو يوز كلاسيكال ايمج بروسيسنج تكنيكس القديمه. وطلع نتائج حلو. هي قبول تول قويه جدا. سيجنتشر فيريفيكيشن. بدل ما يقعد مدير البنك ولا الراجل اللي قاعد على التيلر يبص على امضتك صح ولا غلط. اما السيستم يقارن لوحديه، يعني هو عامل له كده ايه؟ تابلت كده، انت يقول لك امسك القلم وامضي. هتخش دي. يقارنها باللي عنده وهو السيستم يقول له صح ولا غلط. خلاص. وستيل تافهه جدا اهو، ادي واحده اهي. حتى ممكن دي واخدها اي باك بون جاهز وعملت له فيلم تيوننج وخلاص خلص. سنيب صغيره من الكود. اقول لك حاجه احسن من كده، الفينجر برينت مش شغاله في كل حته دلوقتي، وفي المطارات وفي المصانع وفي كل حاجه. ما هتشتغل ازاي؟ بتكنيك كلاسيكال. حتى لو الكلاسيكال شغال فطبعا ده هيبقى اقوى منه. لا من ناحيه اكلت، هي اكلت احسن من عينينا يعني، احسن من البني ادمين. حاجات كتيره دلوقتي قوي عدت البني ادمين اساسا. اتفرج على حته صغيره كده من الكود نعرف هي بتتعمل ازاي. ده جنريت البيرز. جنريت البير كلام سهل، ما هوش صعب يعني. انت عاوز جنريت البيرز، ها الايمج والليبلز بتاعتك. هيعمل ايه؟ هيمر يشوف الادم اول عندك كام كلاس في الداتا اللي عندك جايه لك كلها. ما انت عندك الصور الامنست مثلا، عندي كل واحده والليبل بتاعها. هيمر عليهم كلهم وياخد اليونيك، يبقى كده عارف عدد الكلاس بتوعه قد ايه. هيمر عليهم بعد كده صوره صوره والليبل بتاعها، شوف فين البوزيتيف ويطلع واحد منهم، وواحد تاني يكون ليبل مختلف عني ويطلع النيجاتيف. هو هنا ما بيطلعش هارد، كود صغير وسيمبل قوي. هو بيطلع صوره عندك 60,000 واحده، ياخد 60,000 هم كاملين، كل واحده ب 60,000 يروح يبص يجيب واحده ثانيه من نفس الكلاس الداتا اللي عندك، واحده ثانيه من كلاس مختلف. خلاص ده اللي هو التريننج الاولاني. ممكن بقى لو انت عايز تكمل تختبره وتشوف هو غلط في ايه وتقول دي هارد نيجاتيف وتشغله مره ثانيه لو انت عايز يعني. طيب هبني واحده من السياميز مودلز،
طبعا ده انتوا اشطر مني فيه برضه. كونف ماكس بولينج دروب اوت. محضر كمان كونف ماكس بول دروب اوت. اعمل عدد ليه زي ما انت عايز. في الاخر عمل افريج بولينج دنس وخلاص كده الموديل بتاعه خلص. دي واحده منهم، هنعمله بقى اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. طبعا ممكن بدل ده كله روح خد واحد جاهز لو انت عايز. الاكليديان ديستنس، عاوز تقيس الاكليديان ديستنس بين الفيكتورز. الفيكتورز هاخدها هيطلع لي منها A و B، انا بعتها له اثنين مع بعض فصلهم خد الاي والبي عمل العادي. الكي ده اللي هو الباك اند بتاع كيرف بامبورتو از كي دوت سكوير. ادي الفيكتور الاولاني ناقص الفيكتور الثاني وبيجمع الاكسيز 1 اللي هو اكسيز واحد بس هو اللي عندك يعني، هيطلع لك القيمه نفسها. هنا تركيه لطيفه، اما بيجمع لو الرقم طلع زيرو هو مش عايز يبعت لك زيرو عشان ما تعملكش مشاكل لو بتقسم على حاجه وكلام زي كده، فبيختار الماكسيمم اللي طلع لك ولا تاخد الابسون. لو طلع لك زيرو لا خد الابسون، خد 10 ناقص 4 مثلا عشان تضمن بعد كده ما يضربش في حته ثانيه. اه ده قسم على زيرو، كانت الديستنس زيرو هنا لخبطت الدنيا. مش هيقسم على زيرو عمره بالطريقه دي. فده الاكليدن ديستنس. عايز البارامتر بتاعتك الشيب اهو 28 في 1 عشان ده امينست داتا سيت. الباتش 32 مثلا عدد الايبوك هتكررها قد ايه؟ الباص بتاعك اللي هتسجل فيه كلام زي كده. هنا حمل امنست ديتا. حملت عادي كتر خير الكيس مش لازم افتح ملف واقراها. بعد كده هتروح تقسمها. هي لا هي اوريدي بتجي لك جاهزه متقسمه يعني. ادي ترين وادي التست. زودنا دايمنشن زياده زي ما قلنا المره اللي فاتت. ليه بنزود دايمنشن زياده؟ عشان N H W C. فين ال N؟ حتى لو هي واحدة يبقى لازم تحط واحدة، فلازم يبقى عندي أربعة دايمنشن. الله أكبر الله أكبر. تمام. عندها الجنريت بيرز مرة للتريننج ومرة تانية للتست. طلع شوية هنا وشوية هنا. الحته اللي انا عايز اكد عليها بس لان دي ممكن بالنسبه لكم تبقى جديده شويه. عملنا هنا فيشر اكستراكتور بيلد وان سياميز اهي. بعدها فيكتور اوف ايه وفيكتور اوف بي طلعناهم مع بعض. لامدا بقى هي دي الفكره. لامدا دي عباره عن ايه؟ دي من الافكار العبقريه في الانفايرمنت بتاع الكيرس. طبعا موجوده في الباي تورش برضه يعني. انت عاوز تحسب الديستنس اللي هي الاكليدن ديستنس اللي احنا عملناها، هتحسبها ازاي؟ تعمل لامدا لاير. لاير عادي خالص تاخد من قبلها وتطلع اللي بعدها. واللامدا دي تندى اي فانكشن انت بنيها وتوصل اللي انت عايزه. بس هو بالتالي هو بتعمل لامدا لاير اهي تندى الاكليدن ديستنس. والاوتبوت هيبقى رقم واحد اهو بسط لها الاثنين الفيكتور بتاع الاي والبي. بس دخل في وسط الموديل بتاعك عادي وبالتالي داخله جوه التريننج داخله جوه كل حاجه خلاص. وتتحسب وتطلع. ده الديستنس اهي. الاوتبوت هياخد الديستنس اللي جايه من هنا اهي. اللي طلع من اللمده اهي دخل تاني على اللاير اللي بعدها اللي هي الدنس لاير. دنس لاير هنا واحد. الواحد ده يعني ايه؟ نيورون واحده. مش بتطلع 0 1 هي نيورون واحده؟ اهي واحد. كل اكتيفيشن سيجمويد خلاص. الموديل نفسه بقى خلاص خدنا الموديل القديم ادي الانبوت وادي الاوتبوت. هتكمبايل الموديل، عاوز اوبتمايزر ايه؟ خدنا الادب اوبتمايزر، الباينري كروس انتروبي، انها شغال بيرز زي الطريقه الاولانيه خالص بتاعتنا. بعد كده موديل دوت فيت بتترن الموديل بتاعك. عاوز تسيبه سيبه، عاوز تاخد الهيستوري بقى ترسمه تبلوت اللي انت عايزه. بس كده. ده اللي احنا عاوزين نقوله بالنسبه للسايميز نتورك. لو حد عنده سؤال يسال. بص ما تقدرش تقول قوي اوفر يعني ما هيش اوفر واندر فيت لان ده كان في الكلاسيفيكيشن. اه بس هقول اكيد بتاعتك كويسه ولا وحشه. بيز على بقى انت مدخل يعني عامل تريبلت لوس مثلا ولا عامل لوس احسن، مدخل هارد نيجاتيف ولا لا. اتفضل نخلص ده الاول وبعدين نخش في الميد تيرم. اي اسئله؟ اه طالما قلنا كده كله هيخلص.